رجعنا نتواصل من جديد اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، وللشباب دور كبير جدا في النمع، في التطوير، في التقدم، في الازدهار. للشباب عزيمه واصرار وتحدي كبير جدا جدا. ولما نقول انه شاب يعني قضى من عمره 10 سنوات في مجال محدد، تخرج من كليه محدده، 10 سنوات ما سهله، 10 سنوات عمر، 10 سنوات ممكن تتعرف فيها على حاجات كثيره، ممكن تخسر فيه حاجات كثيره. العشر سنوات رقم كبير جدا جدا، لكن في هذا الرقم انت اللي بيدك تكون قادر انك تحقق انجازات، قادر تكون من ضمن اكثر 500 شخصيه تاثيرا في العالم. وده اللي حصل فعليا مع الشاب السوداني المتميز الباشمهندس محمد عثمان البلولة، واللي داخل الاستوديو هو موجود معنا اليوم في صباح الشروق. نقول له صباح الخير عليك باشمهندس محمد. صباح النور ومرحبا واهلا فيكم، ونقول صباح الخير لكل اعزائنا المشاهدين واهلنا في السودان، وسعيد جدا انه اكون معاكم اليوم. احنا اكثر سعاده بك. ما حندخل مدخل كلاسيكي بانه نتعرف على الشخصيه، لكن خلينا نقول محمد عثمان البلولة والهندسه وما وصل اليه الى الان، هل كان في رغبه منذ الصغر بتعتريك انه تشق هذا المشوار الطويل، هذا التسفار والتجوال ما بين الهندسه والتسفار المختلف حتى خارج السودان الى الان مرورا ب 2012 الحدث المميز، يعني رغبه ملحه، موهبه تطورت، ام وجدت الصدفه طريقه الى ذلك، وبعد هذه الصدفة اللي اتيحت قدامك كفرصة تقترمتها تماما؟ هو حقيقة مش صدفة، هو طموح، لكن أنا كنت شافه يعني في عمر صغير كنت شافه حاجة مستحيلة. لأنه عادة إحنا عندنا يمكن في السودان بالذات ما بنركز الأضواء على الأمثلة الناجحة كثير يعني، وبالذات عندنا مشكلة عدم توثيق المعلومة. يعني حاليا لما تجي تبحث في الانترنت بتلقى معلومات بسيطة عن شخصيات ضعيفة جدا عن شخصيات سودانية ناجحة، وبالذات هسه دي أصبحت لغات البحث اللي هي اللغة الإنجليزية، فلما نبحث باللغة الإنجليزية بنلقى أشياء بسيطة جدا لا تذكر. فالشيء ده خلى يعني إنه الحلم يعني بالنسبة لي كان عبارة عن شيء تقريبا شبه مستحيل. لكن أنا من كنت صغير يعني الحمد لله كنت بحب اللي هو الإلكترونيات، يعني دائما بحاول إنه أفتح الأجهزة أشوفها، بالذات لما تخرب بفتحها بحاول أفهم إنها هي كيف بتشتغل، فعندي حب للحاجة دي منذ الصغر. والأهل الحمد لله يعني في الاتجاه ده دائما يعني كانوا بيشجعوني إنه أنمي الموهبة. والحمد لله لما وصلت للجامعة طبعا على طول اللي هو الحلم بتاعي كان هندسة، لأنه بحب الإلكترونيات فدارت هندسة إلكترونية بالضبط، وقدمت عليها وكل شيء إلى أن مشيت في جامعة عجمان فبسأل عن التخصصات، فلقيت إنه في تخصص اسمه هندسة معدات طبية. فلما سألت اكتشفت انه بيجمع بين الهندسه الالكترونيه والطب، فعلى طول منذ ذيك يعني منذ اللحظه ذيك عرفت انه ده التخصص فعلا اللي انا عاوزه، لانه التخصص ده الانجازات فيه بتعتبر انسانيه وذات قيمه كبيره. وحاليا حتى على مستوى كليات الالكترونيات وعلى مستوى العالم بتجد انه بيركزوا بشكل كبير على الابتكارات في المجال الطبي، لان عندها جانبين، يعني غير الجانب انه من ناحيه بزنس بيكون عندها جانب اخر اللي هو الجانب الانساني والتحسين لحياه الناس والتقليل من الوفيات والامراض. جميل. طيب ما علاقتك بالكيمياء؟ يعني علاقه الكيمياء الفيزيائيه تحديدا؟ هي الهندسه الطبيه طبعا تخصص بيجمع بين الطب والهندسة، يعني بندرس مواد بتاع الطب منها التشريح اللي هو الاناتومي فيسيولوجي، المواد مع ناس الطب، بندرس مواد مع كليات الصيدلة زي الكيمستري البايوكيمستري، بندرس مواد مع طب الأسنان اللي هي منها التشريح، وبعد ذلك بندخل بناخذ مواد مع الكهرباء السيركت والحاجات اللي لها علاقة بالإلكترونيات. فالتخصص تخصص تقدر تقول انه بتاخذ من كل بستان زهرة، فتخصص متنوع، فالشيء ده بيوسع الافاق، لانه عاده بنجي بنلقى اللي هم في المجال الطبي بعيدين جدا عن المجال الهندسي، واللي في المجال الهندسي ايضا بعيدين من المجال الطبي، فبيحتاج انه يكون عندك موازنه، لانه انت عارف المواد بتاعت الهندسه اغلبيتها فهم، والمواد بتاعت الطب اغلبيتها حفظ، فهنا بيحتاج انه يكون عندك يعني زي مهاره خاصه عشان تقدر تجمع بين الاثنين. جميل. طيب اختراع الاتصال الطبي، عاوزين نمر على اختراعاتك في المجال الطبي، وموضوع السكر حنجيه براو، لكن نمر عليها ونشوف اخر الاختراعات شنو، نذكر بما مضى ونركز في الاخير اللي ما ركزنا عليه. كل ابتكارات كثيره، لكن سبحان الله يعني
دائما بيكون الشخص المبتكر عادة ان انت بتتعلم عن طريق عدة ابتكارات. يعني انت دائما بتكون بتحاول تعمل حاجة وتعمل 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 وتفشل وتفشل الى ان تجي اللحظة واحد من الابتكارات تمام هو اللي بينجح وبيتم تسليط الضوء عليه. فاخر ابتكار الحمد لله يعني عملته هسه السنة دي مع في موسم الحج اطلقته، اللي هو كان عبارة عن تطبيق موبايل. عن طريق التطبيق الموبايل بيعمل عن تقنية الواقع المعزز، فانت مجرد ما تشغل الكاميرا بتكون شايف الواقع اللي قدامك وبتظهر لك الكعبة، اوكي، فانت بتقدر تقوم باللي هو بالشعائر منها الطواف وتشوف يعني الكعبة من كل الاتجاهات. فده بيساعد الحجاج بالذات في موسم الحج، لانه انت بيكون عندك ملايين الحجاج جايين في نفس الوقت وعدد كبير منهم ما خاضوا التجربة دي قبل كده. نعم، ما عندهم خلفية. فبيعمل لهم مشاكل، والى الان هم بيستخدموا الوسائل التقليدية اللي هي الكتيبات، تمام الكتيبات، فانت تقراها لكن لما تمشي هناك بتنصدم انه الشيء مختلف لانه انت ما شفته من قرب. وبالذات برضو كمان لناس العمر كمان ممكن يستخدموا التطبيق ده. فسويته اللي هو بتقنية الواقع المعزز دي، طبعا اللي هي كلها ضمن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، باستخدام انه بيتعرف على المجسمات، بيتعرف مثلا لو وريت اي حاجة مثلا في الكعبة تمام كلوحة او شيء على طول بيبدأ يديك معلومات عنها. تصور مثلا الحجر الاسود بيديك معلومات عنه، فبيدعم اللي هو نشر التوعية بالأشياء الدينية وبيسهل عملية الحج والعمرة. جميل. طيب هذا التطبيق متوفر على نطاق العالم، يعني كل زول في كل مكان بيقدر يستخدمه، ولا هو حاليا على هو التطبيق؟ انا عملته اثنين، عملته واحد للاندرويد وواحد للابل. ايوه الاي او اس. فالتطبيق موجود حاليا، بديت في المرحلة الأولى على أساس إنه التجريب، والحمد لله يعني إنه عمل بنجاح. يعني أبسط حاجة، حتى مثلا لو تجي تصوري مثلا لوحة إرشادية موجودة مثلا في المملكة، فعلى طول بديك معلومات مثلا عن مكة، عن المدينة، تمام، بديك خريطة مثلا في بتقنية الواقع المعزز على الطريقة اللي أنت ممكن تشوفها. الشعائر الدينية والروحانية. الشعائر الدينية والسياحة الدينية. جميل. طيب اسم التطبيق شنو؟ هو التطبيق نظام اللي بنسميه تطبيق الحج والعمره بتقنيه الواقع المعزز. جميل. الحج والعمره بالواقع المعزز. طيب قبله كان في شنو برضه برضه كان في زمان كان في الامارات حصل حادث كبير، توفى نتيجه الضباب، لانه بالذات في الشوارع السريعه في شارع اللي هو كان بين ابو ظبي ودبي، ففي المنطقه دي دائما بينزل ضباب وبينزل بشكل سريع، يعني الطريق بيكون قدامك تمام فجأة بتلقى نفسك في ضباب، فحصلت فيه حوادث كثيرة جدا، يعني وفيات كثيرة، ويمكن تقريبا فوق 200 سيارة. فده خلاني انه ابتكر تطبيق بيعمل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تمام، لوحات ذكية بتكون موجودة في الطرق، فاللوحات دي مجرد ما انه بينزل الضباب في منطقة معينة بس بدي تحذير في المنطقة اللي هي فيها الضباب. ليه؟ لانه مثلا انت لما تكون سايق مسافة تقريبا فوق ال 180 كيلو، يعني مسافة كبيرة حوالي ساعتين بالسيارة، فمستحيل انك بتكون ماشي بسرعة بسيطة حتى لو في تحذيرات للضباب. فاللوحة دي بتوريك المنطقة اللي فيها الضباب، وانت هنا بتخفف السرعة بس في منطقة الضباب، بعدين بتقود بسرعة الشارع المسموحة. جميل. طيب وقبلها برضو كان في يعني واحد من الابتكارات ابتكار جهاز السكر. نعم، السكري برضه اشرح لنا عنه سريعا. هو جهاز السكري الحمد لله اللي هو قلت لك يعني اكثر ابتكار يعني نال يعني صيت. الابتكار هو عباره عن نظام متكامل لمرضى السكري، لانه الفتره دي كانت الامارات تعد تقييمات ثانيه عالميا، ولو تشوفي اكثر 10 دول في مرضى السكري كانت الدول العربيه، يعني يمكن 4 أو 5 دول من الدول العربيه، ومرضى السكري هسه بقى مرض منتشر كبير جدا. فسويت نظام اللي هو في سنة 2008 بيشتغل عن طريق تقنية اللي هو عن طريق الموبايل. فعن طريق الموبايل بتقدر تعرف الحالة الصحية لأي مريض سكري ليك موجود، بتتصل بيطلب منك اللي هو رمز حماية، تمام، بعدين بيبدأ يديك المعلومات في حالة لا قدر الله مثلا انه حصل له انخفاض، ويعني حصلت وفيات كثيرة نتيجة انه واحد بيجيه انخفاض وما بيلحقوه، كيف ممكن يؤدي للوفاة. تمام. فمجرد ما تحصل أي حاجة زي دي على طول النظام بيقوم بيرسل اللي هو اللوكيشن، ويرسل ألارم للشرطة، للإسعاف، لأقاربه بعد تحديد المكان. الطبيب. أيوة عشان يقدروا يلحقوا عليه. الشيء الثاني إنه معلوماتك دائما كلها بتمشي وين؟ بتمشي المستشفى. ففي الزيارات الدورية دائما لما تمشي للطبيب ما محتاج يسألك يقول لك السكري بتاعك كيف، فعلى طول انه انت بكون عندك زي معلومات يعني فولدر خاص فيك بيكون فيه المعلومات بتاعتك، حتى الطبيب يعني من غير ما تزوره ممكن يطلع عليها ويبدأ مثلا يعدل لك في
في الجرعات بتاعت الانسولين والنظام الغذائي وكذا من غير ما تجيب. جميل. من خلال هذا المشوار الطويل وهذه يعني البحوث والاختراعات قلت وحصلت على عدد من الجوائز والعدد كبير، خلينا نشير الى ابرز هذه الجوائز ومنها عالميه يعني. الحمد لله كان شاركت في عدد كثير من المسابقات، كان الابرز اللي هي مسابقه طموحات شباب، دي مسابقه كان بينظمها تلفزيون الشارقه على مستوى الامارات كلها، والحمد لله حصلت فيه كان على المركز الاول. بعدها جات اريبيان بزنس اختاروني ادوني جائزه العلوم والابتكارات، ودي جائزه يعني انت ما بتقدم عليها، هم بيعملوا سيرش فبناء على الابتكار بتاع مرض السكري ادوني جائزه العلوم والابتكارات، ولقيت نفسي اني واقف مع شخصيات يعني بارزه جدا، منها محمد العبار اللي هو بنى برج خليفه، رئيس الرئيس التنفيذي لطيران الاتحاد وشركات عالميه. فالسنه اللي بعدها طوالي جا شيء، وطبعا انا ما كنت اصدق انه اختاروني من ضمن اقوى 500 شخصيه عربيه تاثير في العالم، كان لسنه 2012 و2013، وايضا الحمد لله حصلت على تكريم من المجلس الطبي العالمي نظيرا على ابتكار اللي هو مرض السكري ورياده الاعمال. جميل، يعني نقدر نقول اربع جوائز عالميه يعني. نعم. كبيره جدا يعني لا تقدر بثمن. طيب تاثير هذه الجوائز على مسيرتك؟ التاثير الاكبر هو تاثير يعني تقدر تقول تشجيعي، مش كل المبتكرين بيبحثوا، ودل يعني الشائع بين الناس انه بيبحثوا عن بيبحثوا، اغلبيه الناس بيفتكروا انه الاشخاص مادي. بيبحثوا عن ايوه بالضبط اللي هو الدعم المادي، لكن احنا تركيزنا على الدعم المعنوي اكثر بكثير، عشان كذا بحاول انه دائما يعني التكريم بيديك دفعه للامام ودفعه انك انت ماشي فعلا في الاتجاه الصحيح. جميل. سعدنا بك جدا باشمهندس محمد عثمان البلوله، نتمنى لك بالتوفيق ونشوف كمان معك ان شاء الله في المستقبل القريب مزيد من الاختراعات في هذا المجال الطبي في السودان وفي السودان. في السودان ان شاء الله جدا برضه ان شاء الله حاضرين، وننتظر ومأمول منكم كثير جدا ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. وحاليا احنا شغالين في مبادره مع عدد من الخبراء في مجاله، وان شاء الله المبادره دي حتسهم في اللي هو رفع مستوى الابتكار في السودان. نعم. باذن الله نتمنى يكون في استفاده من العقول السودانيين في التنميه السودانيه في الايام المقبله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك كثير جدا باشمهندس محمد. شكرا. عثمان البلول على هذه المساحه، وكل تمنياتنا لك بالتوفيق. شكرا شكرا جميلا. نتواصل معكم مشاهدينا بعد الفاصل.